في زمن حكم العقيد معمر القذافي على مدى ما يزيد على 4 عقود تدفق على ليبيا التي كان العقيد القذافي يطلق عليها الجماهيرية آلاف عديدة من المهاجرين من أنحاء شتى من البلدان العربية. كان المصريون والتونسيون مع السودانيين بحكم القرب الجغرافي يمثلون الأعداد الأكبر من أولئك المهاجرين، فضلا عن الفلسطينيين والمغاربة، وأيضا أولئك الذين جاءوا من بلدان ما كان المعسكر الشرقي الذي يدور في فلك الاتحاد السوفيتي البائد قبل سقوط جدار برلين. أولئك الآلاف من المهاجرين كانوا يمثلون يدا عاملة غير مكلفة، أشخاص استقدموا بعقود عمل أو قدموا من تلقاء أنفسهم للعمل في جماهيرية العقيد القذافي الذي كان يفضل أن يوصف بالقائد، الأخ القائد بالنسبة للليبيين. يعمل أولئك المهاجرون في كل القطاعات وفي ظروف لم تكن دوما تحترم كل إنسانيتهم. كانوا يصادفون في الإدارات العمومية وفي حقول النفط وفي الفنادق وأيضا في المشاريع الفلاحية وفي البناء. قد يكون الذين استقدموا أسرهم وأغلبهم من المصريين والسودانيين وفروا بذلك ظروف حياة بها حد أدنى من شروط العيش الكريم. لم يكن الحال كذلك لدى الذين جاءوا إلى ليبيا فرادى وتركوا زوجاتهم أو أزواجهم وأولادهم هناك في بلدانهم. كان ذلك حال 3 مهاجرين: سعيد دردار التونسي القادم من قفصة، وعبد الباسط أحمد إسماعيل السوداني القادم من أم درمان، ثم مصطفى بوقنديل المغربي القادم من برشيد. كانوا شبانا بين 25 و30، انتهى بهم طريق الهجرة إلى بنغازي المدينة الأكبر في شرق ليبيا. يعمل 3 في مخزن لمواد البناء يتولاه رجل يدعى خليل. الذين يعرفونه عن قرب يعلمون أن اسمه الكامل خليل عاتق أبو هادي. يسري حديث خافت عن أن الرجل يقرب إلى الأخ القائد، وأن أبو هادي اللقب الذي يأتي بعد اسميه الأولين خليل عاتق إنما اكتسبه من انتمائه إلى بلدة قصر أبو هادي حيث ولد معمر القذافي. يشتغل 3 كل أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، كان يومهم الوحيد، وغالبا ما يخصصونه لغسل ملابسهم، وفي مرات نادرة يتوجهون إلى وسط بنغازي في جولة عبر شوارعها وبين بناياتها العالية، وقد يحدث أن يغامروا في محل من المحلات التجارية سرعان ما يغادرونه دون أن يشتروا شيئا. حين يحضر أبو هادي إلى المخزن، يحدث ذلك 3 مرات أو 4 كل أسبوع، يسرع إلى مكتبه المكيف في عمق ذلك المخزن الكبير، ويكون فزع مساعديه من الليبيين واضحا، وتنكتم الأنفاس ولا يسمع صوت إلا ما كانت تحدثه المساحي وهي ترفع من كومة الحصى إلى شاحنة جاءت لتزود ورشا للبناء. يحدث أيضا أن يأتي أبو هادي خارج أوقات العمل وقد ارتدى لباسا تقليديا أو لباسا يشبه لباس العسكر. أحيانا يفاجئ 3 بدخوله إلى الكوخ الذي يسكنونه في الجزء الخلفي من الأرض التي يشغلها المخزن. حين يكون رائق المزاج يغدق على 3 الذين عليهم أن يظلوا وقوفا الكثير من الوعود. ينصتون إليه ولا أحد منهم يصدق ما يقوله. غدا يوم عمل جديد. كان 3 يعانون من التأخر في صرف رواتبهم. في المرة الأخيرة التي زارهم في كوخهم ذاك في سبتمبر من العام 2008 كانت قد انقضت 3 أشهر على تسلمهم رواتبهم. لما انصرف اتفق 3 على طلب مقابلة معه في مكتبه لعرض مشكلتهم. قال عبد الباسط أحمد إسماعيل السوداني وهو أقدمهم إن عليهم أن يأخذوا حذرهم وألا يبوحوا لمساعدي أبو هادي بما هم مقبلون عليه. وحتى يكون لكلامه ما يكفي من الوضوح في أذهان صاحبيه قال إن تسرب الخبر إليهم يعني الكثير من المتاعب، فلن يتاح لهم أن يقابلوا أبو هادي وقد يتعرضون لعمل انتقامي. كان 2 المغربي والتونسي وكذلك كان ينادي عليهما أعوان أبو هادي يصغيان إليها. ثم سأل مصطفى بوقنديل المغربي وممن سنطلب المقابلة إذن؟ أردف التونسي سعيد دردار مزكيا السؤال نعم ممن سنطلب المقابلة.
كان عبد الباسط يجلس في ركن من الكوخ وقد ارتفعت على رأسه عمامته التي لفها بالطريقة التقليدية لأهل السودان. قال لهما إن مروى الكاتبة ستيسر العملية. وماذا لو أبلغت العيساوي؟ سأل سعيد. لن تفعل، قال عبد الباسط، أنا أعرف العداوة التي تكنها له، ثم إنها مهاجرة مثلنا. أليست ليبية؟ سأل التونسي. لا، قال عبد الباسط، إنها فلسطينية، ولدت وترعرعت في ليبيا، ولن تغفر للعيساوي تحرشه بها. لو دققت النظر في وجهه للاحظت أثر جرح تحت عينه اليمنى. توقف عن الكلام فجأة وضحك، فتح بقنديل ودردار عيونهما متعجبين، لم يدعهما ينتظران طويلا. اقترب منهما أكثر وكأنه يخشى أن يسمعه أحد. كنت حاضرا يومها قبل نحو عامين، حسب أنها بمفردها في المكتب، رأيته لما دلف إليها، ثم سمعت صراخها، أسرعت. في اللحظة التي وصلت فيها رأيتها تتفلت من يده. حدث كل شيء سريعا. أمسكت بكرسي ورفعته، لست أدري من أين استمدت تلك القوة، ثم هوت به على رأسه. حاول أن يتفاداه ولكنه أصيب في وجهه، وقع أرضا. لعدة دقائق ظل فاقدا الوعي، سمعتها تقول وتكرر: الكلب، الكلب. دخلت المكتب، تقدمت نحوه وناديت: سي العيساوي، سي العيساوي. ثم جاءت منه أنا. خرجت أبحث عن ماء أنضحه بها. في المرحاض الخاص بالعمال وجدت سطلا ملأته ماء وعدت. وجهه يغطيه الدم، ساعدته على النهوض وغسل وجهه. صمت قليلا، لم ينطق كلمة شكر، خرج وركب سيارته. كان العيساوي هو المكلف بدفع رواتب المستخدمين. قال عبد الباسط إنه يتأخر في الدفع انتقاما. اتفق الثلاثة على الذهاب إلى مكتب مروى في الغد وطلب مقابلة مع من يحسبونه صاحب الأمر والنهي. ثلاثتهم خلفوا وراءهم عائلات تنتظر أن يبعثوا لها بما تواجه به متطلبات الحياة. في الصباح قبل الشروع في القيام بأشغالهم تسللوا تباعا إلى داخل المخزن. كانت مروى في المكتب وقد سرهم أن العيساوي لم يكن قد وصل بعد. تولى عبد الباسط الحديث باسم الجميع، أبلغ مروى بالمطلوب وعلل طلبه بالتأخر الفاضح في دفع الأجور، وعدتهم بأنها ستنقل مطلبهم إلى أبو هادي ما أن يحل بالمخزن. انتهت المقابلة وانصرف الثلاثة إلى أشغالهم. سينتظرون ما سيقرره أبو هادي وسيرقبون مقدمه إلى المخزن. يومها لم يأتي ولا جاء في اليوم التالي. لم يكن غريبا أن يحدث ذلك، فقد سبق له أن غاب شهرا لما قيل لهم إنه ذهب لأداء فريضة الحج. مر أسبوع كامل دون أن يأتي أبو هادي، وصباح الجمعة يوم عطلتهم فوجئ الثلاثة بطرق عنيف لباب كوخهم. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد. فتح التونسي سعيد دردار الباب وهو يفرك عينيه، ثم قفز مكانه وتراجع إلى الداخل. بالباب ثلاثة رجال لم يرهم من قبل. من عمق الكوخ جاء صوت مصطفى بقنديل وهو يسأل: من؟ من؟ لم يأته رد، فأخذ وضع الجلوس على سريره. رأى دردار يتراجع وثلاثة رؤوس تتقدم إلى عمق الكوخ، ثم انتبه إلى أن صديقهما السوداني جالس في فراشه لا يتكلم. أنار أحد الثلاثة الغرفة، دفع أحدهما التونسي فأقعده على فراشه. عم المكان صمت رهيب. ثم جاء أحد الثلاثة وتوسط الغرفة وأمرهم بلهجة حشاها سبا وشتما أن يرتدوا ملابسهم لأنهم راحلون. لم يخبرهم إلى أين، فقط أضاف أنه لن ينتظر أكثر من 15 دقيقة، بعدها فإن كل من تأخر لن يلوم إلا نفسه. نهض الثلاثة مسرعين وصاروا يلبسون ما وقع تحت أيديهم من لباس. كانت لدى عبد الباسط حقيبة صغيرة كان يقول إنها صنعت من جلد الغزال. رآه بقنديل يمسكها في يده، يعلم أنه كان يضع فيها كل وثائقه وأيضا ما يدخره من مال. ارتدى دردار سروالين. ارتدى بقنديل لباسا رياضيا كان قد جاء به من المغرب. ثم سيق الثلاثة إلى سيارة كتلك التي تستعمل في نقل البضائع، كانت مركونة في مدخل المخزن.
دفعوا ثلاثتهم دفعا إلى داخل السيارة التي انطلقت دون ما انتظار. قدر عبد الباسط أن الرحلة دامت نحو من الساعة. توقفت السيارة أمام بناية يحيط بها سور. أشعة الشمس الأولى تأتي من خلف تلك البناية. قرع أحد الذين اقتادوهم الجرس وسرعان ما فتح الباب. أدخل المهاجرون ثلاثة وما أن خطوا بضع خطوات في الداخل حتى سمع صوت الباب الحديدي يغلق. في غرفة لم يكن بها أثاث وقف عبد الباسط وبقنديل ودردار، وجوههم شاحبة ينتظرون. في أذهانهم تصورات لا يقصى منها الأسوأ، هم مهاجرون، وكانت قد تناهت إليهم حكايات عن مهاجرين تعرضوا للاعتداء، بل إن منهم من قتل ودفن وسويت تربته بالأرض. يتساءلون دون أن ينطقوا كلمة واحدة لمجيء بهم إلى هنا ومن أمر باستقدامهم. ثم انفتح باب تلك الغرفة الباردة، التفتوا نحوها، ثم ظهر العيساوي، دخل وأشار إلى شخص لم يكن يرى فأقفل الباب. نظر إليهم واحدا واحدا دون أن يتكلم، كان مقطبا جبينه. توقف عند السوداني، هكذا صرت زعيما لهم وقائدهم. رأى مصطفى بقنديل صاحبه يفتح عينيه، فاجأه العيساوي. تساءل مصطفى عما إذا كان قد علم بما قام به قبل أسبوع، وعمن يكون الذي أخبره. قال عبد الباسط، لا سي العيساوي، لست زعيما ولا قائدا، أنا رجل بئيس يطلب لقمة العيش. كان العيساوي ينظر إليه وقد ارتسمت على شفتيه بداية ابتسامة متهكمة، ثم التفت جهة دردار، وأنت ما قولك أيها التونسي؟ أنا لا أدري لما جاء بنا إلى هنا. عندنا في الجماهيرية لا ينبغي أن تعرف كل شيء، ومع ذلك سأقول لكم. كان المغربي مصطفى بقنديل يتابع في صمت ذاك الحوار. إنكم ستتابعون بتهمة محاولة خلق نقابة وإشعال نار الفتنة. في كل الأحوال إن اللجنة الشعبية توصلت بملفاتكم ولن يطول الانتظار. هل علمتم الآن لما جئنا بكم؟ ولكننا لم نسعى إلى إحداث نقابة، قال مصطفى بقنديل وهو يتقدم قليلا، ثم أضاف، إنك لست من الشرطة ولا يحق لك احتجازنا. يبدو أنك أكثر شجاعة منهم، كذلك رد العيساوي، ثم صفق مرتين. فتح الباب من جديد فأطل رجل حلق رأسه بالموسى، يبدو ذا بنية رياضية قوية. دعاه العيساوي فأقبل، أشار بيده إلى المغربي فتقدم نحوه وأمسك به من ملابسه وهو ينظر في عينيه، ثم أوقعه أرضا. لما كان يهم بتوجيه لكمة إلى وجهه أمسك بقنديل برجله فصرعه، أذكى ذلك حماسا مباغتا في نفسي عبد الباسط ودردار. أمسك السوداني بالعيساوي بينما مضى التونسي يساعد بقنديل، أشبع ذاك الذي يبدو رياضيا بعضلات مفتولة لكما وضربا، بينما كان السوداني يتولى أمر العيساوي. ولما أيقن أنهما لن يستطيع النهوض سريعا خرج الثلاثة متسللين من ذلك المنزل. السيارة التي أقلتهم كانت هناك، أبوابها مفتوحة. جلس بقنديل خلف المقود ثم اكتشف أن لا مفتاح بها، نزل ودعا صاحبيه إلى الفرار. في تلك الأثناء وصلت سيارة حسبوها سيارة شرطة، هموا باجتنابها، ولكن اثنين ممن كان على متنها نزل وأشهر مسدسيهما، ثم أطلق أحدهما النار. أصيب التونسي في ساقه ووقع أرضا، ولم ير بقنديل وعبد الباسط فائدة في الهرب. كانت تلك هي اللحظات الأخيرة التي كانوا فيها معا. أمسك بهم ونقلوا إلى بناية في قلب بنغازي، وبعدها لم يظهر لهم خبر. في برشيد فقدت عائلة بقنديل كل اتصال بابنها، وبعد عامين جاءتها رسالة تخبرها بأنه مات. في تونس في صفاقس كانت عائلة دردار قد توصلت بجثة ابنها في صندوق، وقيل لها إنه انتحر بينما كان معتقلا، ولم يعلم أحد خبر عبد الباسط المواطن السوداني.